ما باليد حيلة، هذه ما تفوه بها الحاج سليمان وهو يتردد على اعتاب بسائط بائعي السمك بالمكلا. فالحيرة والحسرة قد تجعله يعود لبيته خالي اليدين نظرا للغلاء الفاحش الذي اصطدم به في أسعار الأسماك. السوق الصراحة كل شيء مرتفع فيه، الصيد اللي كنا ما نأكله الحين قدوا يبتاع من 4000، اليوم جينا بنشتري حصلنا بغالي، نقول له كم الكيلو؟ قال لي 4000، قلنا له طيب نقص، قلنا له خذ لك 6000، أنا بغيت لي 2 كيلو، ما رضي، خلاص بضوي، حصلت شيء من هالسب ولا بضوي. معاناة الحاج سليمان تتكرر مع الكثير من مرتادي هذا السوق، ليس لديهم القدرة على شراء قوت يومهم لإطعام أسرهم في ظل تفاقم ظروف المعيشة منذ سنوات. بقع نار الشروي اللي كنا نشتراه ب 200 قدوا 3000، والذي الصنوفة ولا هذا 3000 5000، الصيد واجد والهوامير واجدة تسحب، الهوامير واجدة تسحب بالديانات، شو الديانات هنا أكثر من 20 ديانة سحب يا ساحب. أنا الآن قبل يمكن حوالي ربع ساعة اشتريت السوق، ما زال بذاك السعر المرتفع جدا، يعني الكيلو الآن ب 3500 الثمن، وبعضهم يبيعوا ب 4000 ريال، يعني أيضا ما زال يعني الغلاء موجود. حتى لو كان الوكيل الأول مشكورا اتخذ بعض المعالجات، هذه المعالجات غير كافية، لابد من وقفة جريئة وشجاعة. لذلك لازم أنه يكون لازم فيه فترة نوع من الرقابة داخل السوق من السلطة المحلية ومن دي، لأنه لو كان جات كمية وايدة يسمحون للعوازل تدخل تشيل الصيد، لو قد ماشي كمية وايدة لازم أنه يكون العوازل واقفة، لأنه الآن الصياد برضه طالب الله يسرح البحر يروح، لازم بغالهم عيشة عياله، بغالهم عيشته، بغاله يغطي حق باتروله، يغطي حق مونته. في ظل ذلك الارتفاع في أسعار الأسماك، جعل السلطة المحلية والأجهزة المختصة تتدخل لإصدار آلية تتضمن معالجات وضوابط لعلها تخفف من المعاناة. فقد أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي قراراً قضى بمنع دخول شركات شراء الأسماك ومندوبيها إلى حراج الأسماك إلا بعد الساعة الواحدة بعد الظهر. انعكاسات الأسعار طبعاً البعض بيقول إنه في ارتفاع في كميات أسماك، ولكن الأسعار أيضاً مرتفعة. هذا الموضوع تتحكم فيه أيضاً ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، الوضع المعيشي للبلاد، الظروف الطبيعية بالنسبة للبحر، الرياح، مواسم الأسماك. ولكن نحن نسعى مع السلطات المحلية أيضاً في وضع استراتيجية واضحة بعيدة الأمد ومعالجات صريحة لسنوات يعني تستمر وليس مؤقتة. ومع الاستبشار بهذه القرارات، إلا أن المواطن ما زال يطالب بحلول مجدية ودائمة على أرض الواقع لتخفف من معاناته هذه التي تضاف إلى قوائم معاناة عدة في محافظة تمتاز بثروات برية وبحرية وغيرها، ليقف حائرا يبحث عن بصيص أمل للانتفاع من تلك الثروات التي لم توفر له حياة معيشية كريمة بحدها الأدنى.